نعلم أن ابن تيمية قد درس الفقه على المذاهب الأربعة. درس الفقه؟ إن كان هو قد درس الفقه فما قولك فيما درسته أنا؟ ومن أنا؟ من أنا حتى أتحدث عن الشيخ سيف الدين المنصوري أعلم أهل الشام جميعا؟ والله والله لو أن ثمة عدلا في هذه البلاد لأصبحت أنت إمام الجامع الأموي. هذا حقي بل هو أقل من حقي. ما رأيك لو تحدثت مع الأمير جمال الدين الأفرم نائب السلطان على دمشق في ذلك؟ إنه حقك ولن يعترض أحد من العلماء على ذلك. أنت تعلم أن هذا الأمر يخص السلطان. السلطان الناصر محمد بن قلاوون لا يرفض لنائبه على دمشق أي مطلب عادل. ومن أدراه بأنه من المطالب العادلة؟ إني على استعداد لمناظرة كل علماء دمشق بل كل علماء الشام. ها؟ فإن وجدت من هو أعلم مني فاكتب للسلطان وأشر عليه بتعييني. وابن تيمية؟ عبد الحليم ابن تيمية؟ بل ابنه أحمد. لا يا مولاي، هذا ظلم لشيخنا وأستاذنا المنصوري، إذ لا يصح أن نقارنه بذلك الشاب الضئيل الضعيف الذي لم يقرأ ربع ما قرأه شيخنا وأستاذنا المنصوري. يبدو أن الأمير الأفرم قد صدق الشائعات التي يطلقها العامة على ذلك الشاب. لقد استمعت إليه غير ذي مرة. كل علماء دمشق يعرفون مدى جهله ويدركون أن جلوسه على أريكة مدرسة الحديث إنما كان بإجازة أبيه. الشيخ المنصوري يمكنه إثبات جهل ابن تيمية في مناظرة يحضرها الأمير الأفرم نائب السلطان على دمشق. أحمد، ودنه مني يا أحمد. لبيك يا أبي. اسمعني يا ولد، فلعلها الكلمة الأخيرة. تكلم يا أبي وقل ما تريد. إذا فرغت من دفني فأقيمه قليلا عند قبري فأستأنس بكم حتى أعلم ما أراجع به رسل ربي. اللهم إنك أمرتنا فعصينا ونهيتنا فارتكبنا. هذا مقام العائذ بك، فإن تعفو يا رب فأنت أهل للعفو، وإن تعاقب فبما قدمت يداي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. مولاي السلطان ما هذا يا سعد؟ أين السلطان قازان؟ هو في جولة وسط الجند. جولة وسط الجند؟ وهل سأنتظر كثيرا؟ هو على وشك الوصول، لكن طمئني، ماذا فعلت؟ كل شيء على ما يرام. والشيخ المنصوري؟ سيعبئ الناس لاستقبالكم. هل تحدثت معه؟ إن الوقت لم يحن بعد. كيف والسلطان الأعظم قازان يريد أن يحتل دمشق؟ أعرف ذلك، ولكن كما قلت لك لابد من تهيئة نفوس الناس لاستقبالكم أولا. قلت إن الشيخ المنصوري يستطيع أن يفعل ذلك. ويستطيع أن يفعل ذلك وأن يفعل أكثر من ذلك، ولكن لابد من سبب يدفعه لفعل ذلك. ولاية دمشق؟ لا، هو لا يطمع في أكثر من إمامة الجامع الكبير، ولقد تحدث بإعاز مني مع الأمير الأفرم نائب السلطان قلاوون على دمشق. بإعاز منك؟
أنا أعلم أن الأفرم لا يريده ولا يحبه، ولذلك لن يوافق على مطلبه. لما إذن أشرت عليه بذلك؟ عندما يرفض الأفرم مطلبه فإن الشيخ المنصوري سيعلن غضبه ونقمته على الأفرم وعلى قلاوون. عندئذ أستطيع التحدث إليه في أمر تهيئة الناس لدخول التتار. البقاء لله يا أحمد. شكرا لله على ما كان منك أيها الأمير. والدك كان أحد العلماء الأجلاء رحمه الله. من في رأيك يحل مكانه كشيخ مشايخ مدرسة الحديث؟ من فضل الله على دمشق أنها مليئة بالعلماء الأجلاء. ما رأيك في الشيخ سيف الدين المنصوري؟ ومن أنا كي أتحدث عن عالم جليل كالمنصوري؟ تقي الدين خير نعت لصاحبه. أنت من الآن شيخ مشايخ مدرسة الحديث. جن على ريب. لا يجب السكوت على هذا أبدا. هل خلت دمشق من العلماء حتى يأتي الأفرم بذلك الشاب ويفرضه على الجميع؟ متى كانت مشيخة مدرسة الحديث تؤرث؟ الأفرم معجب بابن تيمية ويعتقد أنه نابغة عصره. سأثبت له جهله. عندي خطة لفعل ذلك. هاتها. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إن من حفظ حديثا ولم يعمل به فقد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. أفتنا يا شيخ أكرمك الله في معنى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن على العرش استوى. صدق الله العظيم. لم نرك يا أخي في مجلسنا هذا من قبل. نعم، إني من حماه وقد جئت خصيصا لسماع رأيك. قضية الأسماء والصفات قضية قديمة تحدث فيها الأئمة والعلماء، فقد قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وقال الإمام أحمد: استوى على العرش كيف شاء وكما شاء، وبلا حد ولا صفة يبلغها واصف. وفي هذا تنزيه وتفويض، وليس فيه تخريج لللفظ على غير الظاهر أو الظاهر. سيدي، إن أهل حماة قد لا يأخذون بروايتي، فاكتب فتواك بخط يدك حتى تكون حجة معي.